على خلفية اعتقال مغني راب، احتجاجات متواصلة في إسبانيا، مشهد مرعب لطائرة ركاب تطير بينما يشتعل أحد محركاتها، وخبير أمريكي يتوقع موعداً هو الأكثر تفاؤلاً لنهاية كورونا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلاً بكم. لليوم الخامس على التوالي تجددت المواجهات في برشلونة مساء أمس بين الشرطة وآلاف المحتجين على خلفية سجن مغني الراب الكتالوني بابلو هاسل. التظاهرات كانت بدأت الثلاثاء الماضي بعد توقيف هاسل وإدانته بالسجن لتسعة أشهر بسبب تدوينات اعتبر أن فيها إهانة للمؤسسة الملكية والشرطة وتمجيدا للإرهاب، فيما انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في شوارع برشلونة والعاصمة مدريد لمحاولة منع أعمال العنف. تخفيض لشهر ونصف فقط، هذا كل ما حصل عليه المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بعدما رفضت محكمة في موسكو استئنافه ضد حكم سجن صادر ضده. القاضي الذي ترأس المحاكمة وافق على خصم تلك المدة والتي تعادل ما قضاه نافالني تحت الإقامة الجبرية في أوائل عام 2015، ما أدى ذلك إلى خفض عقوبته إلى حوالي سنتين ونصف في السجن، في وقت أثار اعتقال نافالني وسجنه توترا حادا بين موسكو والاتحاد الأوروبي الذي طالب بإطلاق سراحه، إضافة إلى تظاهرات حاشدة عمت أرجاء روسيا. بعيد إقلاعها، لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة تابعة لأمريكان إيرلاينز بعدما التهمت النيران أحد محركيها وأجبرتها على العودة من حيث أتت. الحادثة وقعت بعد 20 دقيقة من إقلاع الطائرة التي كان على متنها 241 شخصا من دنفر بولاية كولورادو إلى هونولولو، وخلال التحليق حدث عطل في محرك الطائرة وسقطت أجزاء منه فوق ملاعب ومنازل وساحات في ضواحي دنفر، لكن الطاقم تمكن من العودة إلى المطار منفذا هبوطا اضطراريا ناجحا من دون أن يتعرض أي من الركاب للإصابة. موعد هو الأكثر تفاؤلاً حتى الآن حدده مارتي ماكاري الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز المرموقة لنهاية أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهي أكثر دول العالم تضرراً من الوباء. ماكاري قال في مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال إنه يتوقع أن يختفي الوباء من أمريكا على الأغلب بحلول شهر إبريل المقبل، مستنداً في تقديره إلى أن عدد التطعيمات التي أعطيت في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد المصابين الذي تجاوز 28 مليونا يمكن أن يساهم في تشكيل مناعة القطيع بحلول الربيع.